على الخشب يحفرن أحلاما أجهضت. فمستقبل المرأة في أفغانستان لم يعد واضحا بعد إغلاق أبواب المدارس الثانوية والجامعات في وجوههن. هو متنفس يقطعن فيه الأخشاب ويرسمن الأشكال بعيدا عن أعين طالبان وقوانينها التي فرضت على المرأة البقاء في البيت. لحسن الحظ ساعدني نحت الخشب على الخروج من حالة الاكتئاب واللجوء إلى هذا الفن القديم الجميل لبلدي. أشكال هندسية، صناديق وتحف فنية تصنعها أيديهن، تمنحهن فرصة اكتساب مهارات جديدة والخروج من حالة الاكتئاب بعد أن حرموا فرصة مواصلة التعليم. وبدلا من حمل القلم للكتابة أصبحن يستعملنه لرسم المقاسات والأشكال قبل نحتها. كان الجميع يعاني من الاكتئاب ولهذا بدأنا هذا العمل، لذلك نأمل أن تستمر ورش العمل هذه لأن جميع العمال الذين يعملون هنا هم نساء. وعود كثيرة أطلقتها طالبان بتحسين وضع المرأة الأفغانية من خلال فرض أحكام وقوانين أكثر اعتدالا مما كانت عليه في تسعينيات القرن الماضي، لكنها لم تجد الطريقة لتصبح